السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 1، الصف الأول الابتدائي، ترم 1 الترم الأول. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا المرة اللي فاتت شرح يونت 1، والنهاردة هنبتدي نشرح يونت 2، My school bag. My school bag حقيبتي المدرسية. My طبعا ملكي، اي حاجة ملكي، اي حاجة بتاعتي بقول عليها my. school bag الحقيبة المدرسية. وهنا بيزي بي بتقول لنا look انظر، look انظر، listen استمع، and repeat repeat وكرر. يبقى look انظر، listen استمع، and repeat repeat وكرر. وهنا صديقتنا بتقول what is this، what is this، ما هذا؟ نقول مع بعض what is this مرة كمان، what is this. فالكلاس ميت بتاعتها او صديقتها في الفصل بتقول لها it's a pencil، it's a pencil، انه قلم رصاص، it's a pencil، انه قلم رصاص. وهنا صديقتنا بتقول what is this، what is this، what is this مرة كمان، what is this، what is this، what is this، what is this، ما هذا؟ فهي بترد عليها بتقول لها it's a pencil case، it's a pencil case، انها حقيبة الأقلام، دي مقلمة. It's a pencil case، انها مقلمة. It's a pencil case. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 11 او صفحة 11. وطبعا يا اصحابي في يونت 2 بيكلمنا عن الادوات المدرسية بتاعتنا والحاجات اللي احنا بنستخدمها في الكلاس روم او في حجرة الفصل. فبيزي بي بتقول لنا هنا listen استمع، and say، and say وقل. listen and say استمع وقل. اول حاجة مدينا سورة bag، bag، قول معايا bag، bag، bag يعني حقيبة. pen، 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 pen يعني قلم جاف. sharpener، 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 sharpener يعني براية. ruler، 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 ruler يعني مسطرة. pencil، 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 pencil يعني قلم رصاص. pencil case، pencil case، pencil case، pencil case، pencil case يعني مقلمة. وتاني حاجة بيزي بي بتقول لنا listen and point، listen يعني استمع، and point، point وأشر. فالمفروض ان انت هتسمع وهتشاور. ومدينا مجموعة صور، فانا هقول لك كلمة وانت تشاور على اسمها، وانت تشاور على الصورة بتاعتها. مثلا pen، 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 pen يعني قلم جاف. فين هنا البين يا أصحابي؟ شاطرين، هو ده البين، فهنعمل عليه point زي ما احنا شايفين قدامنا. طيب sharpener، 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 sharpener يعني براية. شاطرين، هي دي الشاربنر. طب bag، 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 شاطرين، هي دي الباج. طب ruler، 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 شاطرين، هي دي الرولر. pencil، 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 شاطرين، هو ده البنسل. طب pencil case، pencil case، pencil case، شاطرين، it's a pencil case، او هي دي البنسل case. طب notebook، notebook، كراسة، notebook، شاطرين، هي دي النوتبوك، او هي دي البوك. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 12 او صفحة رقم 12. وفيها الجزء الخاص بالفونكس او بالصوتيات الخاصة بيونت 2 الوحدة التانية.
واحنا في يونت 2 بنتعلم الفونكس او الصوتيات الخاصة بحرف ال P P P وحرف ال R R R. وبيزي بي بتقول لنا هنا learn sounds with busy bee. learn تعلم sounds الأصوات with busy bee مع النحلة busy bee. فاحنا زي ما قلنا نتعلم ال P وال R وازاي بننطقهم في الكلمات المختلفة. فأول حاجة busy bee بتقول لنا listen استمع and repeat repeat وكرر listen and repeat. فأول صورة فيها صورة قلم جاف أو pen. قولوا معايا pen pen pen. repeat after me pen pen pen. تاني صورة فيها pencil pencil pencil. repeat after me pencil pencil pencil. طب وتالت صورة فيها ruler ruler ruler. مرة كمان ruler ruler ruler. واخر صورة فيها red red red. red طبعا يعني احمر. red red red. وكده عرفنا ازاي بننطق حرف ال P في pen وفي pencil، وعرفنا بننطق ازاي حرف ال R في ruler وفي red. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 13 او صفحة رقم 13. البيج دي خاصة بالهاند رايتنج. الهاند رايتنج او الكتابة بخط اليد، وبنتعلم ازاي نكتب حرف ال P وحرف ال R علشان نكتبهم بشكل سليم. وزي ما احنا شايفين قدامنا، هي دي الطريقة اللي بنكتب بيها حرف ال P، وهي دي الطريقة اللي بنكتب بيها حرف ال R. فلازم نتعلم ازاي نكتبهم بشكل سليم. لو مش عارفين تكتبوهم بشكل سليم، وقف الفيديو رجع تاني، امشي على نفس الخطوات وتعلم ازاي تكتبهم بشكل صح لحد ما تحفظ ازاي بتكتب حرف ال P وحرف ال R بشكل سليم. وبيزي بي بتقول لنا هنا look under trace، تتبع بقلمك الرصاص، امشي بقلمك الرصاص على الدوتس او على النقط، and say and say وقل. فهنا مديانا حرف ال P زي ما احنا شايفينه قدامنا P، وهنمشي عليه بالبنسل بتاعنا او بقلمنا الرصاص، هنعمل عليه trace P. مديانا كمان حرف ال R R ال R، هنعمل عليه trace بالبنسل بتاعنا زي ما احنا شايفين قدامنا. وطبعا هنكتب حرف ال P في كلمة pen pen pen، وكلمة pencil pencil pencil، ونكتب حرف ال R في كلمة ruler ruler ruler، وكمان في كلمة red red red. وبكده نكون انهينا البيج دي، وانهينا معاها شرح درس النهاردة. اتمنى تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.